يا هلا وسهلا فيكم مشاهدينا وماسكوت من جديد. وتميمتنا اليوم مختلفة لأن رايحين فوق 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 وين أي قارة؟ لا مو قارتنا، قارة مو بعيد مو بعيد، لا مو قارتنا، فوقنا. رايحين إلى أوروبا، بالتحديد إلى روسيا. اليوم تميمتنا اسمها ميشا أو ميشكا، ميشا ميشكا الأولمبي، وهي تنطق بالروسية بهذا الاسم. الدب الروسي مثل ما أنتم شايفينه، اللون البني الجميل وحلو أنيق، يعني صغيرون على كبير، على كنا مراهق دب مراهق صغير كذي، ماخذ كل الوضعيات مع الحزام الخاص فيه، الخاص في الأولمبياد أو دورة الألعاب الأولمبية بالقارات كلها. تميمة الدب الروسي لهذه البطولة الصيفية 22، رقم 22، وقيمت في موسكو عام 1980. الله الله الله، لحظة لحظة يا محمد، موسكو 1980 مو غريبة علينا، الكويت موجودين، كنا في هدف جميل المرعب. راح نسولف محمد، لا تحرق الخبر من أول شيء. صمم التميمة، منو هو الرسام وصاحب الكتب الخاصة في الأطفال وقصصها، فيكتور جيزيكوف. صمم ميشا وهي أول تميمة لحدث رياضي تحقق نجاح تجاري واسع نطاق في مجال السلع، يعني سووا كل شيء في ميشا من خلال السلع وفعلا نجح نجاح كبير. الفليسات انطقت حزتها، تم استخدام دمية هذه التميمة ميشا على نطاق واسع خلال مراسم الافتتاح والختام. يعني ما طلع ميشا واحد، لا لا، حتى بالمدرجات موجود هذا ميشا، حتى بالملعب موجود هذا ميشا، يقول لك حتى عند التذاكر وهو يقص التذاكر موجود هذا ميشا. فوجد ميشا في كل مكان، في كل أنحاء الملعب بالافتتاح، وأيضا وجد من خلال البوثات الموجودة على الملعب أو خارج الملعب بالمنتجات التجارية، وكان له فيلم خاص برسوم متحركة قصير، وأيضا سووا له مسلسل تلفزيوني في اللغة الروسية. ميشا هو شكل مختصر للاسم الدب الذكري الروسي، وهو ميخائيل أو مايكل، يعني هالاسمين هما يا ميخائيل يا مايكل. وميشا أو ميشكا مثل ما قلنا بالبداية هو تصغير لميشكا، ميشكا عود، ميشا صغير، أو ميشكا صغير، ميشا عود. مفهوم؟ مفهوم. هذا الاسم في أي من أشكاله هو تعبير عامي شائع في اللغة الروسية للدب، وميشا موجود في الأدب والقصص الخيالية فقط في روسيا. يعتقدون بأن نشأ كتعبير ملطف، ويقال بالأساطير الروسية بأن الكشف عن الاسم الحقيقي لهذا الحيوان الخطير قد يتسبب في قدومه ومهاجمته لك. الاتحاد السوفيتي في روسيا الحالية كانت الألعاب هي الأولى التي أقيمت في دولة من دول الكتلة الشرقية، أيضا أول ألعاب أولمبية والألعاب الأولمبية الصيفية الوحيدة اللي أقيمت في دولة ناطقة باللغة السلافية. تم تمثيل 80 دولة في ألعاب موسكو، وهو أصغر عدد منذ عام 1956 بقيادة أمريكا. الكويت، أنا قلت لكم من البداية الكويت لا 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 ما هي غريبة على هذه البطولة، اسمها رنان. شاركت الكويت في دورة الألعاب الأولمبية الصيفية 1980 في موسكو ب 56 متنافس، جميعهم من الرجال في 7 رياضات. راح نسولف عن مشاركة منتخب الكويت أيام منه، الجيل الذهبي في كرة القدم في هالدورة. لكن قبل ما أتكلم عن المواجهة، يجب أن نتذكر فوز منتخبنا الوطني لكرة القدم على نظيره العراقي على ملعب الشعب ببغداد في نهائي التصفيات الآسيوية المؤهلة لأولمبياد موسكو 1980. تذكرون الأهداف، تذكرون الإثارة، تذكرون الأحداث اللي كان في هذه المباراة. وصف الكثير من فوز الأزرق بالمعجزة بعد ما تقدم ونجح أبطال الكويت في تحويل خسارتهم في الشوط الأول 2-0 لإخوانه في العراق، المنتخب العراقي، والأمور خلاص أنت بالعراق وخسران 2-0، شلون تفكر أصلا ترجع؟ سووها الجيل الذهبي وفازوا في الشوط الثاني بثلاث أهداف لهدفين رغم إصابة 2 من عمدة الأزرق عبد الله معيوف وسعد الحوطي، تم استبدالهم بلاعبين آخرين، جمال يعقوب
وناصر الغانم ويازين هدف ناصر الغانم. رغم وجود 50,000 مشجع عراقي في وقتها بهذا الملعب في استاد الشعب إلا أن فعلا الأزرق قلبوها وسجلوا فيها الأهداف. جاسم يعقوب، ناصر الغانم اللي حولوا الخسارة إلى فوز تاريخي تذهبوا فيها على طول إلى أولمبياد موسكو، وهذا الأمر قاد فيها الأزرق تحقيق أول فوز للكويت على العراق بالعاصمة بغداد، ليصبح الأزرق أول منتخب خليجي وعربي يمثل آسيا في دورة أولمبية في إحدى اللعبات الجماعية. حلو، مثل ما قلنا تأهل منتخبنا الكويتي وقتها عبر التصفيات ولعبنا ضمن المجموعة اللي ضمت نيجيريا، كولومبيا، تشيكوسلوفاكيا. لاحظتم بعد هذيلا منتخبات ثقيلة لهم حضورهم، اللي توجت بالذهبية منه بالنهاية تشيكوسلوفاكيا. كانت في مجموعتنا لكن منتخبنا الكويتي حقق الفوز على نيجيريا 3-1، سجل فيها العزيز القدير الملك ملكنا في كرة القدم فيصل الدخيل هاتريك، وهاتريك لا ينسى، قبل أن يتعادل مع المنتخب الكولومبي 1-1 ويختتم دور المجموعات بتعادل سلبي مع تشيكوسلوفاكيا 0-0. في الدور ربع النهائي خسر المنتخب الكويتي أمام روسيا 2-1 من صاحب الأرض، وخرجنا من هذه البطولة بهدف الكويت في تلك المباراة لجاسم يعقوب، فتشكرناهم كل الشكر على المستوى اللي قدموه. تيوفيلو ستيفنسون من كوبا أول ملاكم يفوز بثلاث ألقاب أولمبية متتالية في الوزن الثقيل، بل أن الملاكم الوحيد أصبح هو اللي فاز بنفس الحدث بثلاث دورات أولمبية. وفي منافسات الرجال في كرة اليد، فازت ألمانيا الشرقية على الاتحاد السوفيتي بنتيجة 23-22 في نهائي كرة اليد وحققت الميدالية الذهبية. وبسبب مقاطعة أمريكا تم إجراء تغييرات على العناصر التقليدية لحفل الختام. شنو صار؟ تم تمثيل تسليب المدينة المضيفة للألعاب الأولمبية الصيفية القادمة في لوس أنجلوس، ومن بين هذه التغييرات رفع علم مدينة لوس أنجلوس بدل من علم الولايات المتحدة، وعزف النشيد الأولمبي بدلا من النشيد الوطني للولايات المتحدة. هذا الأمر كان يعني ما هو الأمر الصحي مثل ما يقولون، ما بين دولة إلى دولة، ما بين بطولة إلى بطولة، ودائما ما يقولون الرياضة تجمع ما تفرق، لكن في هذه البطولة بالتحديد في روسيا لا، هذا الدب مشكلتي سوت أحداث كثيرة، ومن بينها الأهم 66 دولة اللي قاطعت هذه البطولة. على العموم احنا دائما إن شاء الله نتمنى التوفيق لكل الرياضيين والمشاركة لكل الرياضيين المحبين لتمثيل بلدانهم في هذه الاحتفالات الرياضية اللي تجمع وما تفرق مثل ما قلنا. وصلنا للختام، باكر وحلقة جديدة من ماسكوت مع تميمة أخرى غير الدب المشكلة شيء. فضلا هذا الدخيل على يمين فتحي وماشي الدخيل على شمال جاسم على شمال فتحي وفتحي لعبها لجاسم جاسم يجود بعد جول الله يا الدخيل مو معقول فعلا فعلا هجمة هجمية مرتدة ثلاثي ماكو مثلهم الكرة معاه وبيلعبها أيضا إلى فتحي كبير جهة اليمين سريع على فتحي عشان يحصلها فتحي بينقلها تحت جاسم يعقوب يلعبها براسه يلا دخل خلصه حلوة حلوة حمود بليز بعد ينقلها